بما اننا في معرض العطور قال مطر الا اعطيك واحده فريش عن معرض العطور. اقول تبغى عطر؟ ايوه. ومعقوله يتعطر عطر؟ قم مد ايدك، ادري محتاج اليدي دي. أبسألك تقوى على مخاصم مطر؟ لا، ان كان توقع كل فعله الا ذي دي. يا اخي وانا اللي من ولد عندي شطر الا واسمك مبورك فوق هالاشعار ضي ضي. اكتب سطر واترك انا اكمل سطر، الا الزعل ينبورك لا يطري علي. علي الله اكبر. امواج عطرك؟ ايوه امواج عطرك. ممكن قوم واهدي لك عطر، وادريك ما ترضى حبيبي باي شيء. يا الله يا اخي شاعر، الله يحفظك يا رب. مطر من شباب الشعراء المعروفين اللي قد مثلوا الدوله. الشباب راح. لا عادك شباب، عادي بتخل نفسك شيبه. الله يحفظك. ومشكور على هذه القصيده وابداع دائم ما يتوقف. تستاهل. الله يعطيك العافيه مطر. تستاهل. يا مرحبا. شوفوا الزحمه على مرعي للعطور يا جماعه، هذا واحد من اكبر مزودي محلات العطور بالزيوت العطريه، وايضا عنده عطور للبيع. شفت الزحمه اللي قدامهم؟ خلينا بندخل. والله اتحداك تجيب لي بخور في عمان ما في زيت من عند مرعي يا اخي، مهما تتكلم ما بتحصل. كل البخور اللي في عمان موجود فيه زيوت من مرعي. تعرفوا ليش؟ لانه عنده وكاله حصريه لمجموعه من الزيوت العطريه العالميه، هو الموزع الوحيد، ممنوع حد يوزع غيره. تعرفوا انه يوزع الى دبي، بالاضافه انه وكيل حصري لوكاله لوز السويسريه الشهيره للعطور. بغيت تسوي تجاره بخور؟ تعال عند مرعي بضبط. شفت البخور الغالي الغالي الغالي؟ من هنا يشيلوه. اعرف انه الكثير مستغرب يقول ليش تعرفنا بمرعي وهو معروف ومشهور. يا جماعه يكفيك، مرعي هو الوكيل الحصري والموزع الوحيد لوكاله شاهين. كل عطور شاهين او الزيوت العطريه التابعه لشاهين ما حد يوزعها في عمان غير المرعي. يا ربي على شمامه العنبر، حد معه هذه؟ ما حد غيره. بغيت تجارة، بغيت تسوي بخور وانت في بيتك والتاجر الله يفتح لك. كل مستلزمات البخور تسويها من هنا. هذا عود مطحون اقل من السوق، وقدامكم كل الزيوت العطرية، البخور اللي من مئات الغاليات زيوتها موجودة هنا. بغيت تسوي بادي لوشن في البيت فرش، انت تسويه. كل المواد الخام موجودة، من كحول، من مثبتات، من زيوت عطرية بكملة يا اخي. حتى المخمرية موجودة في مرعي. باختصار اعطيك الزبدة، اي عطر في بالك موجود في العالم الزيت ماله موجود في مرعي. لا، ويضبطوك ايضا بالزجاجات، سواء كنت تاجر او بغيت لنفسك اختار. يا رجل عندهم اكثر من 2000 عطر، انت بتتكلم عن براند قديم جدا موجود في السوق. احسن واحد في صحار ما شاء الله عليه. هذه فرصة، هذه بمان عندنا فرصة التقي فيك. الله يطول عمرك. انا متعلم سيدة حالك انت. لا هذه قوية. لا ما قوية. ودي اصدق. لا. بتعلني سيدة من صحار عشان. سل بركان. بركان. زايرينك بس عشان نشوفه. ومشعل. لا حول ولا قوة. زايرين بس عشان نشوفه. أي حاجة إلا شفته. والله ودي اصدقكم، لكن قوية. هذه قوية يا اخوان. صدق اخوي. يا جماعة اللي بغي يلحق الهاجس موجود في المعرض، وعامل أسعار غير أسعار السوق. شيء قوي، بسم الله ما شاء الله، الناس المتجمهرة على الهاجس العطور في معرض العطور. شاش راسي في مسقط يوم عندي حد عندي غناني عن كل شيء. يا حي الله بن النومسية، حي الله أبو أحمد حامد بن النومسية. يا جماعة هذا من خيرة شباب محافظة ظفار وعمان أيضا، لله درك. أحمد استمر في الداك، استمر على الجود، استمر على الكرم، استمر على الطيب والكلمة الحلوة الدائمة. هذا إذا يطلع عليك أنا شمس. جزاك الله خير. حي الله بن النومسية. رحم الله والديك، طيب وتقدير واحترام، ونستمد منك الهمة والفخر والعز والعز. الله أكبر. الله أكبر. ولا هي غريبة عليك. الله أكبر. حي الله أبو أحمد. كان للمحبة والكرم عنوان، أنت عنوانها في أولها. الله يطول بعمرك. وعلى فكرة واحد من الجنود القويين ايام هب الظفار اللي بيقاتل، حامد بن النومسيه رفعت البلد عنده. وين شوش ينصر كاذب الدين. يعطيك حي الله ابو احمد. يا حي الله ابو احمد. واشواقي اللي عن متابعينك الكرام فرد. الله اكبر. تراهم محظوظين. الله اكبر. نعم، يقول لك من عاشر الناموس اغلى من المال. انت بنفسك ناموس قبل المال. المال وسيله، لكن الفخر والعز والاعتزاز بيرك. الله اكبر. بيرك
من عند ما ترافر تيمنا وتيمن ربعك. راعي مجالس وراعي. شوف انت الكلام كيف يطلع سرد. بسم الله ما شاء الله. وفقك الله ابو احمد. الله يسعدك. وتشرفنا فيك. شريف طال عمرك. يا حي الله ابو احمد. الله يعطيك العافيه.